تحت شعار تراثنا جذور أصالتنا، نظمت جمعية عجلة للتراث بشراكة مع المادة 40 اليوم الثقافي التراثي لمدينة عجلة بالمدينة القديمة وسط حضور رسمي وشعبي. فعاليات كبيرة تراثية ثقافية لليوم الثقافي لمدينة عجلة بالشراكة مع المادة 40. حقيقة نحن اليوم نتشارك في إظهار موروثنا الثقافي، ونتشارك في إظهار ما تتميز به مدينة عجلة من موروث شعبي ثقافي أصيل، من مأكولات شعبية، من تمور لعدة أصناف من التمور، من صناعات تقليدية، من مقتنيات شعبية. المهرجان نظم ليوم واحد واشتمل على العديد من الفعاليات، من إقامة معرض لأصناف التمور والمأكولات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة، إضافة إلى الزي الشعبي والصناعات التقليدية والمقتنيات، كما أقيمت بعض الجلسات حول بعض المواضيع التراثية. المهرجان يوضح تراث ومقتنيات أوجلة، ونحاول أن نظهر فيه كل ما يقوم به أبائنا وأجدادنا في السابق. نحن في المهرجان شاركنا بعدة مهرجانات شعبية وألعاب شعبية، وإن شاء الله الموسم الجاي في نفس مكان مدينة القديمة أوجلة. الحدث شهد مشاركة وتفاعلا وحضورا كبيرا بحسب المنظمين، والذين أكدوا أن الهدف من تنظيم المهرجان هو تأكيد الهوية الوطنية الجامعة والموروث الثقافي، وتعريف الأجيال الحالية عليه، بما يعزز التماسك الوطني للأمة الليبية.